هل الصدقة فقط للأغنياء؟ أم يستطيع الفقير أن يتصدق؟ إن كان الفقير يملك كسرة خبز يستطيع أن يقسمها وأن يتصدق ببعضها ولو بلقمة. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ ببعض تمرة، ببعض تمرة. النبي عليه السلام يقول خير الصدقة جهد المقل، وقال درهم رب درهم سبق 100,000 درهم. درهم يا حسان يسبق 100,000، كيف؟ فقير لا يملك إلا درهما، أعطى الفقير درهما وأبقى لنفسه، هذا أعطى نصف ماله ولا لا؟ وذاك يملك مالا كثيرا أخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها فلم يدري كم أخذ ولا كم بقي. ليست الصدقة على الأغنياء، كل منا يستطيع أن يتصدق، فجد يعطيك الله وأنفق ينفق